بنك نوت لسه مكمل معاكم لحد الساعة واحدة، ولسه بنتكلم معاكم عن ازاي دعمت الدولة ملف الأجور والحماية الاجتماعية. ولكن الأول كالعادة خلينا نعرف أسعار الذهب والعملات. النهاردة طبعا أسعار العملات مستقرة مع بداية تعاملات اليوم في متوسط البنوك المصرية، وطبعا اللي بيعلنه البنك المركزي المصري. سعر الدولار الأمريكي 30.84 جنيه، وسعر اليورو 34.03 جنيه، وسعر الجنيه الاسترليني 39.25 جنيه، وسعر الريال السعودي 8.22 جنيه، وسعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه، وأخيرا اليوان الصيني 4.34 جنيه. أسعار الذهب النهاردة طبعا في ارتفاع يعني طفيف في تاني تعاملات السنة الجديدة 2024، وسعر الذهب الأكثر انتشارا وهو عيار 21 3200 جنيه للجرام، وسعر الذهب عيار 18 2743 جنيه للجرام، سعر الذهب عيار 24 3657 جنيه للجرام، وأخيرا سعر الجنيه الذهب 25600. وطبعا يعني تداولات 2023 اللي هي انتهت في خلال الأيام الماضية كانت سعر الأونصة اللي هي الأوقية اللي تقريبا وزنها 31.1 جرام، السعر العالمي ليها هو 2062 دولار، وطبعا واحد من أعلى المستويات التاريخية في العام كله اللي هي المستوى بتاع 2062 دولار للأوقية. وطبعا على مدار الكام أسبوع اللي فاتت كان في ارتفاع في أسعار الذهب في البورصات العالمية نتيجة أن البنك المركزي الأمريكي ثبت سعر الفائدة على الدولار عند مستوى 5.5%، وطبعا في توقعات أن في خلال 2024 في 3 تخفيضات متتالية أو يعني متباعدة على مدار الاجتماعات الخاصة بالبنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة 1% الإجمالي بتاعها. يعني احنا هنوصل بسعر الفائدة على الدولار ل 4.5% بدل 5.5% اللي هو المستواها الحالي.